والبنات بقى هتلاقيهم بقى حواليه بقى يعني عادي. ايه بقى موضوع البنات مصطفى قمر احكي لي بقى كده. بص انا هقول لك على حاجه. هو كان اياد بقول له اياد انا عايز اروح لاخوك في المدرسه عايز اشوفه. قال لي بص يا بابا انت عايز ايه؟ هتلاقي شله بنات كتير مامنين في حته خش وسطهم هتلاقي تيام. والله والله العظيم الكلام ايه بقى. انا الحقيقه تيام يعني اتخطب مني 60 مره مثلا والله العظيم. والبنات ولاقي بقى كده وانزل صوره انا وهو وبتاع. ايه بس انت زمان برضو ياما اتخطبت. جوزولي ايوه بقى عايزين نطلع بالقصص دي شويه. يعني عايز تقول لي ان مصطفى بريء مصطفى قمر بريء يعني بريء يعني ده انت برضو البنات كانوا مش بريء قوي بس ويقعد يعني على سلم الجامعه ويقعد يلعب وكل البنات تتلم حواليه. ايوه انا عارف يعني على فكره في الجامعه بقى يعني في الجامعه. امال انا فين في يعني ما لا من قبل كده من بدري من زمان ماشي. الكلام عن المعجبات وقصص الحب يخليني اسال بقى انت يعني الفرق ما بين الجيلين. انت زمان لما كنت تبقى معجب ببنت وعايز يعني توريها اعجابك لاول وهله كانت ايه اول حاجه تعملها؟ وطبعا هسال تيام نفس الموضوع. يعني انا لو قلت حاجه دلوقتي هيضحك عليا. اجيب لها ورده. بصي جدع من اتطورت جيب لها يعني إيه؟ كنت تروح تشتري ورده حلوه قوي. لا لا احكي بس يعني نسمع. كنت تروح تشتري ورده وتديها لها. طبعا هو ده كده معناها. انا قلت كل حاجه. الورده دي بيحصل فيها ايه؟ تاخد الورده تحطها جوه كتاب وتقفل عليها لغايه ما الورده دي تبقى ورق وتفضل محتفظه بيها. ايه الرومانسيه في كده؟ هتموت الورده اصلا. والله مش عاجباك الطريقه دي يا تيام؟ يعني مش معبره بقى. الدنيا بقت اسهل من كده يعني. طب ايه بقى حضرتك اول لما تبقى معجب ببنت وعايز يعني تقول لها تبين لها ان انت معجب بيها يعني هي مش فعل على قد ما هو يعني. لا يعني قولي حاجه مثلا ايه فريند ريكويست مثلا. لا هو هي معروفه هي الدي ام على طول على انستغرام يعني هي مين فيسبوك ده خلاص. شكرا يا جماعه مش فاهم. اشرح لي باباك. اشرح لي ايه دي ام دي؟ مسج يعني برايفت مسج على انستغرام كده لذيذه لطيفه. لو في يعني خلاص طب يا جماعة لا يعني مش لازم ندخل في التفاصيل. هم اكيد هم عارفين. اكيد انتوا عارفين كلكم. لا انا قصدي ايه انا بتكلم انت شفت واحده دلوقتي وجرأتك خلتك. لا مش هيكلمها هو هيتواصل معاها اونلاين. بالظبط كده. حلو قوي. طب هو مش عارف ممكن هي بتيجي لايك يعني هي فولو وبعدين لايك وبعدين مسج. طب مفيش بقى دي المراحل. لا لا قول تاني يا تيام عشان نحفظ. فولو اولا فولو يا جماعه اكتبوا عندك فولو لايك مسج. عارف هو المراد دي انت زمان كنت تقول ايه نظره فابتسامه فموعد فلقاء. بالظبط كده. هو بيقولها بطريقته. ما هي فعلا. بس هقول لك على حاجه. لو هي واحده واقفه قدامه قابلها في اي لحظه واقفين في النادي شافها ما يعرفهاش مش هشوفها تاني. واحده شافها ليه مش هشوفها تاني يعني ما تعرفهاش هتوصل لها ازاي؟ ما تعرفهاش. طيب شفتها يا عم في اي حته ماشي وبعدين عايز تقول لها خلاص من عايز تعبر لها عن اعجابك. لا انا الصراحه مش انت. أنا الجيل بتاعك. انت مش هتعمل كده. انا عارف مين الجيل بتاعي. لا اصل برضه الطريقه دي يعني اصل احنا الموضوع يعني بقى اسهل ان انت توصل لحد على السوشيال ميديا. فانت لو شفت حد ممكن توصل لاصدقائه ساعتها هيكون في حد ميوتشوال مثلا تعمل فولو اي حاجه. لكن يعني انما مش على ارض الواقع لا هو الاول اونلاين. هو الاول هيبقى اونلاين وبعد كده شايفين ايه. الموضوع يعني فرق بين الاجيال. فرق بين الاجيال. كان زمان الحكايه برضه فيها احاسيس ومشاعر كانت لطيفه قوي. ماشي بس انا دلوقتي لو دخلت على واحده ما اعرفهاش ورحت وقلت لها احب ارد اعجابي في الفستان يعني هتلطشني بالقلم. لا اكيد مش يعني. بحب ابدي اعجابي بالفستان. لا ما كناش بنقول الكلام ده. بتتكلم على جيل جدي ده الكلام ده. يا هانم الفستان ده هياكل منك حته مثلا. مش بتاعنا الكلام ده. لا انا قصدي ايه. عايز اقول لك بس هو في التسعينات والالفينات ده مش قديم قوي برضه يا تيام يعني على فكره. ايوه يعني ما واحده ما تعرفهاش هتروح تقول لها ايه؟ لا وهي هي الموضوع. ايوه بص هعلمك بقى خد مني. ايوه بص كده. بص الكاميرا دي بتاعتي. بص الاول تقوم جاي ايه عامل بص لها يا سلام وبعدين تعمل نفس ايه تبص لك تبص الناحيه الثانيه. ايه اول ما هي تاخد وشها انها تبص لها. انت جربت تقعد تحب واحده سنتين ثلاثه من غير ما هي تعرف؟ ما
من بعيد من غير ما هي تعرف. وتقابلها في الحلم وتتفسحوا. لا لا ما ايه ده ما عنديش طاقه انا ما ننزل نتقابل عادي. ده بقى هو ده كان في الحلم بتاع إيه زمان بس. بقى مش ده كان الحب بتاع زمان. شفت الفيلم بتاع الاستاذ سعد عبد الوهاب بتاع الدنيا ريشه؟ من غير امل اسمى معاني الغرام. الله هو مش عبد الوهاب اللي قال كده؟ انا عارف انه عبد الوهاب بالظبط. عشان تتعذب في الحب تتعذب في الحب فتطلع بقى المشاعر والاحاسيس لا انا مشاعري فياضه. لا بس انا موافقاك انه اوفر قوي عبد الوهاب يعني الحب من غير امل اسمى يعني يعني انا تقيله شويه اوفر برضو قديم قوي عبد الوهاب. بس انت ابوك لا مش 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 بتاع عبد الوهاب فعلا؟ لا 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 خالص والله العظيم انت بس اللي بس هو برضو فنان في نفسه يعني مش محتاج. احنا جيل عبد الحليم حافظ يعني احنا كان بالنسبه لنا الحب اللي كان بنشوفه بتاع عبد الحليم حافظ فيلم الخطايا اغنيه الحلوه مش عارف ايه شويتين دول هما في الرحلات الجو ده هو ده اللي كان بيحصل. الحب الاول كان مين؟ الحب الاول كان فين؟ بلاش مين كان فين؟ فين ايه المكان؟ في اسكندريه في القاهره. تصوير يعني؟ لا لا, لا في حتت كده مش تصوير. حبك الاول لا اول بنت حبيتها. بتتكلمي الحب الاول الفيلم يعني؟ لا لا مش الحب الاول حبك انت الاول. حب انا الاول؟ ايوه. لا ما هو مش هينفع في الحلقه دي لازم يبقى هو مش موجود على اساس ان انا مش هشوفها يعني. لا ما مش هوريها لك حاجه على الحته دي وهقلب المحطه. ليه 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 الحب الاول يعني مش معقوله الكلام يعني اقول لك انا كنت بحب وبتاع ايوه انا يعني اول ليه ليه بنت ليه ليه اول قول قول بجد قول 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 بجد قول قول اعتبر ده وعد اتفضل. اول بنت حبيتها كانت في اسكندريه في مصر لا الحب الاول دايما كان عندنا في حياتنا في الوقت ده اقرب حد بنت الجيران ممكن بنت الجيران اللي في الشباك مع بنت الجيران اللي في الشقه مع بنت الجيران البعيد يعني يبقى برضه انت يعني ما انا هقول لك لا دول اسمهم بنات الجيران مش بنت الجيران اسمهم بنات الجيران. ما هو انت مش بتشوفيهم كلهم في نفس الوقت وبعدين ما تعرفيش انهي واحده هتبقى يعني تمام يعني انهي وبنت الجيران كنت تحبها ازاي بقى من البلكونه ولا من الشباك ولا البلكونه؟ طبعا اطلع كان عندي اورج كده كان بابا جايبه لي كنت بلعب اورج كده مع الجيتار بتاعه طلعه على البلكونه احطه على السور وصله بالسماعه اعلي على الاخر هو المكان بعيد شويه يعني خمس ست عمارات كده وبعدين اعلي واعزف فالناس تطلع بقى من البلكونات وهي تطلع بقى وانا ودول بقى اقول لهم